العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وعلى ابنتك سيدة نساء العالمين، وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ويا سفينة النجاة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدر ما المنجيان العلم والعمل، خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك الأجل، فالعقل معتصم والوهم متهم، والعمر منصرم والدهر مرتحل، يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفيق فإنك من خمر الهوى ثمل، تعصيه لا أنت في عصيانه خجل، تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل، ألا ترى أولياء الله كيف قلا طيب الكرام في الدياجي منهم المقلون، نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركعوا نبلون،
خمص البطون طوان ذبل الشفاه ضمان عمش العيون بكان ما عابها الكحول ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف وما بلت لهم غلل أفدي الحسين طريحا لا ضريح له أفدي الحسين طريحا لا ضريح له وما له غير قاني دمه غسل روح فدالك يا الذي للغسل ما نال ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلف هرجال ما حد حفر قبرا وارى جثة في كافور تربة والغسل دمه الجهاري والجفان حصل أبو محمد بواري بواري وقبره بقلب الله خذوها بجمال عاري وبقلب الذي قضى زمانه في بواجي الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه وتتسارع العالم على سرعة نجازة ويصيح صايح بالبلد عدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر في ومهجة الزهرة ما حصل واحد ينادي قوموا عن الغبر ارفعوا مهجة الهادي حصل منادي بن سعاد ركبوا العوادي وخلوا بنات الأعوجية تصعد عليه العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسول الله وأهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل. اللهم صل على محمد وارحمنا به. مختبر الحياة الكبير يدخل فيه الناس ويخرجون بأشكال مختلفة، دخولهم وخروجهم يكون بأشكال مختلفة، وهذه الأشكال المختلفة يضعها هذا المختبر أمام الناس عبرة. تارة يدخل الإنسان إلى هذه الحياة ويخرج منها، فلا تشعر الحياة أنه دخل ولا تشعر الحياة أنه خرج، بمعنى أنه لا يحدث فيها أي تأثير، ما يغير شيء، لا يحرك شيئا، لا يشعر بوجوده أحد في هذه الحياة، يتحرك ويذهب ويأتي من غير أن يوجد هناك أي نمط من أنماط التغيير، أثر، لمسة، بصمة من بصماته الخاصة التي تبقى، لا يترك هذا نمط من الناس. وكثير من الناس يعيشون بهذه الحالة، يدخلون إلى هذه الحياة ليس لديهم غرض أو هدف واضح، أو بمعنى آخر وإن كانت لهم بعض الأهداف، لكن هذه الأهداف تبقى محبوسة في منافعهم الخاصة، محبوسة في ذواتهم، لا يتطلعون إلى أن يكونوا سراجا لمجتمع، لقرية، لأمة، إلى العالم بأسره، وبالتالي يبقون مسجونين في ذواتهم، فلا يشعر أحد بدخولهم ولا يشعر أحد عندما يخرجون. فلان توفي، ومن يكون فلان؟ تسمع أنت وأسمع أنا ويسمع فلان، من يكون هذا فلان؟ ابن فلان كذا كذا، عاش كذا وتزوج إلى آخره، نسمع عنه أنه توفاه الله تبارك وتعالى، لكن متى كان وكيف كان؟ هذه أمور كثير من الناس يجهلها عن الكثير من الناس. هذا نمط من الناس يعيش على هذه الحياة، ونمط آخر يدخلون إلى هذه الحياة ولكن بنوع من الدوي، ونوع من الضجيج، ونوع من الضجة، والحركة والتخبط، يملؤون الدنيا ضجيج، وبالفعل الآفاق مدة حياتهم تمتلئ بذكر أسمائهم، لكن لا يملؤون من الدنيا إلا الفراغ القاتم، الفراغ الأسود، الفراغ الذي يمقته الناس. يمكن تكون لهم آثار بالفعل موجودة، مباني تكتب باسم بأسمائهم، شوارع توضع بأسمائهم، ولكن بمجرد أن تنطوي صفحتهم من هذه الحياة لا يبقى لهم ذكر إلا هذه الأسماء التي تجدها على الشارع موجودة، تجدها على بيت دارس، على هرم مرفوع، على تمثال منصوب، غير هذا ما تشوف. الأثر الإنساني، الأثر الذي يغير ويفتح قناة للتغيير في حياة المجتمعات والأمم، لا تجده من نصيب هؤلاء. يشغلون الناس مدة حياتهم، ولكن إذا ارتحلوا عن هذه الدنيا كأنما ارتاحت الأرض من وجودهم عليها.
ينتهون ولا يسأل عنهم أحد ولا يرجو أحد بقاءهم إلا الذين هم ينتفعون من بقائهم، أما غير ذلك فلا تسمع لهم طالبا ولا تسمع عليهم نائحا، حتى النواح ما حد يبكي عليهم. ومن هؤلاء تحصل أنت نماذج كثيرة ومعظمهم من الملوك والرؤساء والطواغيت والفراعنة وغير ذلك، تلقى آثارهم في الأرض مبثوثة موجودة في كل مكان. هذه الآثار يحافظ عليها الإنسان، وإنما يحافظ عليها لتكون عبرة. قد مرت منها هنا حضارة ومرت منها هنا أمة من الأمم يقودها هذا الإنسان ويحكمها هذا النمط من الحكم. أما أن هذا الإنسان يعتبر نقل من نقلات الإنسان، من نقل من نقلات الأمم من موضع إلى موضع آخر أسمى، لا، هذا الكلام ما يصح في حق هؤلاء. يدخلون إلى الدنيا فيعيثون فيها فساد ولا يفسحون المجال إلا لأنفسهم، وإذا رحلوا عنها لم تبق من حياتهم ووجودهم إلا الأسماء المحفورة على تلك الآثار، على تلك التماثيل، على تلك القبور، وهكذا. غير هذا ما تحصل. هذا نمط من الداخلين ونمط من الخارجين. وعندنا نمط ثالث، هذا النمط يدخل الدنيا ولكن إنما يدخلها ليشعلها بذاته وبنفسه، يشعلها يجعل نفسه نور وسراج يضيء به إلى الآخرين. حياتهم كلها عطاء، حياتهم كلها خدمات للآخرين، حياتهم كلها تضحيات، حياتهم كلها تفكير في الآخر. وبالتالي أمثال هؤلاء حتى لو لم يتركوا آثارا مادية ملموسة لهم، لكن ما يمكن أبدا أن ينطفئ شيء منهم، وبالعكس يمكن يكون وجودهم، يمكن يكون موتهم وذهابهم عن هذه الدنيا منفعتهم للمجتمعات أكثر من منفعتهم وهم باقين. وهذه مسألة تحتاج شوية إلى التأمل على أساس لا تفهم الأمور على غير ما أريد. أحد العلماء يسأل أستاذه الذي ألف كتاب من الكتب النفيسة، وألف كتاب راقي في فنه وفي اختصاصه، يقول لماذا يعرض عنه المعاصرون له هذا الكتاب النفيس الذي ينبغي أن يلتفت إليه؟ ليش يعرضون عنه؟ ليش الناس تعرض؟ لماذا المختصون من أصحاب هذا الفن لا يعيرونه التفات؟ لا يفكرون فيه، إذا تكلموا يجيبون الأقوال والآراء التي لفلان وفلان، وأناس قد انتهوا ونظريات قد اندثرت وطيلون فيها النقاشات، لكن لا يمرون على أعتاب هذا الكتاب، ما يتكلمون عنه. ما هو المانع؟ قال المانع هو حياتي، إذا ما مت فسوف يبعث هذا الكتاب حيا. يعني كثير من المؤلفات لم تعرف أصحابها إلا بعد أن ماتوا، ما كانوا يعرفونهم ولا كانوا يقيمون لهم وزنا أيام حياتهم. لما ينتهون الدنيا تعرف أنهم تركوا فراغا، هذا الفراغ ما كان يملأه أحد غيرهم، وما كان يعني ما كان الناس تشعر بأن هناك امتلاء وأن هناك فراغا وأن هناك من يملأ هذا الفراغ، إلا إذا ابتعد أولئك الذين يملؤون، حينئذ تتضح الهوة تكون واسعة جدا. لقد كان هذا الإنسان كثير، يعني حتى أهل البيت صلوات الله عليهم في بعض حقبهم، بل في كثير من حقبهم والمجتمعات التي عاصرتهم، ما كانت تقيم لهم وزنا إلا بعد أن يرحلوا من هذه الدنيا. بعد ذلك يتبين حجم الظلام الذي حل بذهاب هذا النور، ويتبين حجم الفراغ الذي اتسع وانفتح عندما ابتعد هذا الإنسان العظيم، كما هو الحال عندما كان زين العابدين صلوات الله عليه يقوم على إعالة من
كثير من سكان أهل المدينة وفقرائها بعد أن أفقرهم النظام الأموي وتعمد إفقارهم، فلما قضى نحبه صلوات الله عليه اتضح للناس أنه هو الذي كان يقوم على إطعامهم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه من قبله كان يقول: اليوم ما بتعرفون المقدار الذي أملأه والذي أمثله، غدا ترون أيامي. باكر لما يأتي غيري في هذا المقام وفي هذا المكان ويأخذ بالزمام، عند ذلك ترون الفرق الشاسع وترون الذي بين يديكم الآن وأنتم تفرطون في، غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري وتعرفون مقامي عند قيام، تعرفون مقامي عند قيام غيري مقامي. لما يجي أمثال معاوية ويجلس مكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويأخذ هذا بالظن وهذا بالتهمة ويقرب ذاك على أساس المصلحة وغير ذلك، بيعرفون الناس أمير المؤمنين الذي لا يظلم عنده ظالم، لا يظلم عنده ظالم، ولا يعني يأتي إنسان فقير مهتضم ويقول خلاص أنا مدام ما عندي واسطة، مدام ما عندي أحد يسمع كلامي، مدام ليس لي جاه، ليس لي كذا، سوف يؤخذ حقي وسوف أنتهب وسوف أهضم وأظلم. مثل هذا الإنسان لما يجعد أمير المؤمنين يقول: الضعيف عندي قوي، الضعيف عندي قوي، ما أخلي أحد أبدا يتبيغ أو يتمارى بظلمة ويتمادى في ظلمة وجبروته وقوته بما له من مركز وبما له من نسب وبما له وما له إلى غير ذلك. غدا هذا ما اكتشفت الناس، اكتشفته الناس بعد ذلك بسنوات، وبدأت الدنيا تمتلئ بالكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي كان أصحابه وقومه في أيامه يقول أمير المؤمنين عنهم: لق اللهم إني مللتهم وملون، وسئمتهم وسئموني، ويناشدهم: لقد ملأتم قلبي قيحا. معيشتهم، تعاملهم ونظرتهم إلى هذا المقام لم تكن بالمقدار الذي يستطيع أن يكتشف معالم دولة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وحكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الخلاصة أن هناك من يدخل إلى هذه الدنيا ويعطي وينظر ويعاني ويقاسي ويشق طريقه في الناس، لكن ربما يرمى بالأحجار وربما توضع العثرات في وجهه وربما تثار عليه وتثار، لكن هذا الإنسان لا يمكن أن يطلع على سرائره ودخائله وموقفه وآراءه ونظرياته إلا بعد أن يأكله التراب وبعد أن يغيبه الموت. سنوات بعد ذلك يكتشف ماذا؟ يكتشف أن هذا الإنسان كان يحمل هذا النوع من النظرة، وأن هذا الإنسان كان بالفعل يعيش في مجتمع لم يستطع أن يعطيه المقدار المناسب وهكذا. إذن هناك مقدار من الناس أو هناك جماعة بالفعل تعيش، وهذه سنة، هذه سنة، سنة يعني موجودة، ولا نقول أنه بالإمكان أن يتجاوزها الإنسان، صعب أن يتجاوزها الإنسان وصعب أن يتجاوزها المجتمع. يعني كثير من الناس لا تعرف أقدارهم إلا بعد أن يذهبوا، وكثير من الأشياء لا يعرف الإنسان قدرها إلا بعد أن يبتعد عنها. إذا ابتعد عنها وأحس بفقدها، عند ذلك يلتفت إلى أنه كان لا يعطي هذه النعمة وهذه الحقيقة المقدار المناسب من الالتفات والاهتمام. ولهذا الأسفار محببة لأنها تحسس الإنسان بأهمية أسرته وأهمية مجتمعه
وكذلك أمور كثيرة تحب يعني تقرب الإنسان من الأشياء التي تبلدها العادة والنظرة العابرة، النظرة الغير ملتفتة، وما هو متاح للإنسان عادة ما يسأل عنه، إذا منع عنه عند ذلك يسأل عنه، والمرء حريص على ما منع. السيد رحمة الله عليه، السيد فضل الله من الشخصيات المعروفة والتي ما نقدر نقول أنها من الشخصيات الماضية، هي من الشخصيات المعاصرة التي لا زالت تعيش في أحضان الحاضر الذي نعيشه، والإضاءات التي ألقاها على هذا الواقع اللي احنا نعيشه إضاءات جدا كاشفة وجدا موضحة، ويستطيع الإنسان أن يأخذ من هذا الزاد الذي تركه هذا الرجل العظيم كأي فقيه من الفقهاء العظام وكأي مفكر، يستطيع أن يأخذ من ما ترك زادا ليشق به طريقه في هذه الحياة. ما يسع الكلام أن نوسع المقام، ما يسع أن نوسع الكلام في شخصية هذا الرجل، ولكن نأتي ببعض النقاط البسيطة. رحم الله من يقرأ له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، السيد رضوان الله عليه عرف بمنهج مختلف، هذا المنهج يختلف به عن غيره من أو عن كثير من الفقهاء في الظاهر، ولكن يتلاقى معهم في كثير من العناصر وفي كثير من الثوابت. يعني في ضمن المنهج، منهج الفقهاء ومنهج الاجتهاد، هناك بعض النظريات يتميز بها أصحابها عن غيرهم، هناك عرض أو قاعدة عريضة، الفقهاء الكثيرون، هناك فقهاء كثيرون يأخذون نفس المناهج المتبعة والطرق المتبعة في استنباط الأحكام الشرعية، يبرز منهم بعض الفقهاء أو يختار منهم بعض الفقهاء بعض المناهج التي لا يتبناها أولئك، وبالتالي يصيرون في حالة أو في حيز ملفت للانتباه، مميز ملفت للنظر، وربما لا يقبل وربما يهاجم إلى غير ذلك. وإحنا مو من شأن أن نحاكم ونوازن بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ولكن نبين أن هناك اختلاف في بعض المناهج، ولهذا كما يقول عنه بعض المفكرين، يقول عن السيد رضوان الله عليه أنه تميز بعنصر النقد، حالة النقد، النقد البناء التي كان يعيشها رضوان الله عليه في حركته العقلية والفكرية والاجتهادية، كان ينتقد المجتمع بكل جرأة وبكل بساطة، وبين حالات الخلل الموجودة، الدوافع التي تؤدي إلى الانقسامات. وكان عندنا الكتاب المعروف، هذا الكتاب الذي كان زادا خطوات على طريق الإسلام، هذا من الكتب الراقية القيمة العظيمة التي تبين أين يقع العاملون، كيف يقع العاملون في الأخطاء، وكيف يصطدمون من حيث لا يشعرون، وكيف تنشأ بعض العوامل النفسية التي تأخذ بيد العمل الإسلامي والعمل التطوعي إلى مكان غير ما خطط له من البداية. إذن هناك أمور دخيلة في الواقع في نفوس الناس، يستطيع الإنسان من خلال المراقبة الموسوعية، المراقبة الكاملة، أن يعرف مواطن الخطأ. السيد رحمة الله عليه كان نقادا، بمعنى أنه كان ينظر إلى المجتمع ككل ويرى ما تتجاذبه من الأطراف، من النوازع، من القوى وغير ذلك، وكان يواجه حتى العادات التي درج عليها الناس، ولكن
يتميز بما أنه أديب وبما أنه شاعر وبما أنه متكلم لبق وعربي فصيح، يتميز بيانه بالسحر. يعني ربما لو وجه هذا النقد إنسان غيره ربما يكون غير مقبول، وربما يكون هذا النقد يعني القوالب التي يأتي بها هذا النقد غير مستساغة، وتعتبر نوع من التهجم ونوع من الخدش ونوع من الإهانة، ولكن يأتي بها هذا القلم البارع، القلم الخبير، العارف بالدخائل والعارف بقنوات النفس ما يرضيها وما لا يرضيها، ويأتي بها بذلك البيان الذي يتقبله الكثيرون. هذه الأرض المباركة، أرض البحرين المباركة بقراها، تشرفت بهذا الرجل المبارك، هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه. لقد جاء البحرين سنوات طوال في المواسم الثقافية والمنتديات الثقافية والإسلامية وغير ذلك من أيام الجمعية، وهذه كلها يعني التاريخ موجودة في تاريخنا الحاضر وليس في تاريخنا الماضي، واحنا محتاجين نتصفح أكثر لمعرفة عظمائنا ومعرفة رجالاتنا ومفكرينا. تميز بالنقد في الجانب الاجتماعي، تميز في النقد في الجانب الروائي، يعني النظرة النقدية أحيانا تحمل على غير ما أراد له لها صاحبها. يعني تارة ناتي إلى الرواية أقول هذه الرواية السند الذي جاءت به غير صحيح، يعني الرجال الذين رووا هذه الرواية فيهم بعض الشيء لأن عليهم كلام ضعفاء ما نقبل بكلامهم شيء من هذا القبيل، لكن مضمون الرواية أنا ما أتكلم عنه. أنا أقول أنا لا أستطيع أن أخذ بهذه الرواية لأنها مطعونة ومخدوشة من جانب سندي، وبالتالي حتى لو كانت صحيحة فهي ساقطة عن الحجية. وهذا الكلام يتفق به، يتفق عليه كل العلماء، أن الروايات الضعيفة ما يمكن التعويل عليها حتى لو كان مضمونها مضمون صحيح ويتوافق مع مضامين بعض الروايات الأخرى. طبعا هذا خلاف بين الفقهاء وأصحاب الفن والاختصاص. إذن هو عند مجال واسع في نقده للروايات، حتى الروايات التاريخية التي لها مساس بجانب عقائدي عند وجه عليها مبضع النقد والتشريح، وتميز هذا النقد بجرأة، هذه الجرأة لم تترك لمعاصريه مجالا إلا أن يهاجموه، وهذه طبيعة، يعني غيره سبقه بهذا الأمر ونال ما ناله السيد فضل الله. يعني مو فقط السيد فضل الله هو الذي هوجم لأنه اعترض على رأي المشهور، أو لأنه عندنا مثلا أحد صاحب السرائر، صاحب السرائر الذي هو نسيت اسمه واقعا، هذا يعتبر من أسباط الشيخ الطوسي، يعني صبط الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يعتبر جدة. هذا خرج، والفقهاء في أيام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وما بعد الشيخ الطوسي كانوا يعتبرون نوع من المقلدة. يعني شلون؟ يعني كانوا لا يخرجون عن فتوى أفتى بها الشيخ رضوان الله عليه، ولهذا أي إنسان يخرج عن هذا السياق يتخوف، عظمة الشيخ الطوسي تمنع من الجرأة على مخالفته. الذي بلغ هذه المرحلة الشاهقة من العلم وهذه القامة العالية ما يمكن أبدا أن يقع في خطأ، أو ما يمكن أن لا يلتفت إلى ما التفت إليه أنا الإنسان البسيط، ولهذا ما كان أحد يجرأ على أن يتجاوز آراء الشيخ الطوسي، فكانوا مع أنهم فقهاء لكن شبه المقلدة. ويأتي صاحب السرائر اللي هو حفيد الشيخ الطوسي ويخرج على هذا السلك، وش سموه الفقهاء؟ خالف الشيخ، قال الشيخ كذا ولكنني لا أعتبره صحيح. قالوا هذا يسمى الشاب المغرور، هذا إنسان مغرور،
عند حالة من الغرور دعته أن يتجرأ ويخرج على سياق الفقهاء. طبعا احنا ما ننظر في هذا المكان مبرر، إنما نقول أن كل من يخرج عن مشهور الفقهاء لابد أن تسمع حوله وعليه الضجيج. وهذا الكلام الذي حصل للسيد عندما خالف المشهور وعندما أفتى بأمور خالف فيها المشهور. على أي حال، الجرأة التي تمتع بها مع توطينه نفسه لمواجهة جميع النقودات التي وجهت إليه، وعدم خروج عن حالة الأدب لا في كلامه لا في انفعاله لا في كتاباته، لم يتهم لم يهاجم لم يطعن لم يشتم كما شتم، هذه واقعا من الأمور التي ينبغي أن تحفظ للسيد رضوان الله عليه، الذي لاقاه من عواصف التشكيك وعواصف الطعن والتفتيت من الأمور التي لا يمكن أبدا أن تنسى، وربما إلى اليوم جذواتها قائمة وإلى اليوم موجودة هذه النعرات، رغم أنه قضى نحبه رضوان الله عليه من سنوات، لكن لا تزال هناك بعض حالات الاحتراب عندما تواجه هذا الاسم وتواجه هذه الفتوى وتواجه هذا الرأي وغير ذلك. فعلى أي حال، هذه الحالة كانت موجودة، وهذه من آثار الجرأة التي يتمتع بها الإنسان ويكسر حاجز الرهبة من مخالفة المشهور، حاجز الرهبة من مخالفة الرأي الكذا والنظرية الكذائية. إذا تميز هذا الرجل العظيم بهاتين الخصيصتين، وليهم آثارهم طبعا. هاي الآثار وين تحصلت؟ تحصلها في كتاباته المنتشرة والمبثوثة، تحصلها بشكل جلي وواضح لما يكتب في التفسير يخالف صاحب الميزان في كثير من الآراء، لما يكتب في الفقه يخالف المشهور في كثير من الآراء، لما ينظر في الفكر يخالف جموع المفكرين في بعض، لما يكتب في الفلسفة يخالف الفلاسفة في معظم النظريات التي أسسوها والتي بنوا عليها ونسجوا على منوالها. وهذا يعتمد نوع، يحتاج لنوع من الجرأة ونوع من الطرح الجريء. الذي الجرأة مو معنى الجرأة يعني التهوه، وإنما عدم الإحجام عن أي رادع غير علمي وغير موزون. السيد رضوان الله عليه تميز بهذه الأمور في الجانب العلمي والفكري، لكن لما نأتي إليه في الجانب الخلقي نجد أن هذا الرجل بالفعل تميز بأخلاق أجداده صلوات الله عليه. تقدر تلاحظ أخلاق أجداده، وتقدر تلاحظ من خلال سيرته ومواجهته للطعن من غير أن ينحرف مساره، من غير أن تلتوي كلماته، من غير أن تشعل هذه الحالات نار السخيمة ونار العداء ونار نار العداوة والبغضاء بينهم وبين، بل أخذ في يعني كل مراحل حياته يحمل الاحترام ويحمل المودة ويحمل التسامح لكل من أساء إليه، ولا يحمل في طيات نفسه ولا يعيش هذه الحالة في مساره واختلاطه بين الناس أبدا. هذه واقعا أخلاق نبيلة وأخلاق عالية. خلني أختلف وياك في الفكرة، لما أختلف وياك في الفكرة مباشرة تبدأ بذرة العداوة. هي المسألة أنك تفكر باتجاه وأنا أفكر باتجاه، لكن بمجرد أن نختلف ومجرد أن يبين هذا الاختلاف، الطريق الواحد تنشعب إلى طريقين ربما يتوازيان في أحسن الأحوال، ولكن في أغلب الأحوال يتقاطعان، هذه روح يمين وهذه روح يسار، وهذه مشكلة عظيمة جدا. لما أختلف معك وتختلف معي، أهاجمك وتهاجمني، والمسألة هينة وفي غاية البساطة. الإنسان يرجع إلى أنه ينبغي أن يعترف أن هناك من يفكر وأن هناك من يتبنى آراء غيره.
إذا اعترف بهذا الأمر ولم يقم بمواجهة الفكرة بالفكرة والطرح بالطرح، عند ذلك يخرج يوظف أسلحة مختلفة في شيء أشياء أخرى، يوظف التهم والسباب في مجال الأفكار وفي مجال الفقه وفي مجال كذا وفي مجال التاريخ. وهكذا نجد كل من لا يتحمل في الواقع أن يواجه الأفكار ينزلق في ميدان العاطفة وميدان التكفير، تكفير إلى مراتب، والتشنيع والتسقيط وغير ذلك. هذا المنزلق هو الذي يعني على من يريد المخالفة عليه أن يتوقع هذا الأمر. وبالفعل السيد رحمة الله عليه توقع الأسوأ والأكثر ومشى بخطى متئدة متزنة. ما نحاكم الآراء ولا نحاكم الأفكار، وإنما نحاكم المسار، المسار الذي كان عليه. لم ينزلق لسانه أبدا، ما شفنا عليه في الواقع، لم ينقل لنا أنه تهجم على فلان الذي تهجم عليه، لم ينقل إلينا. وهذه في الواقع من الأمور التي تحفظ وتحترم وتبجل وتخلد. هذه أخلاق منه، أخلاق أهل البيت صلوات الله عليه. أخلاق أهل البيت تعلمنا هذا النمط، أنهم يحسنون إلى من يسيء إليهم. هذا منهج أهل البيت، منهج أهل البيت صلوات الله عليهم، أنهم يحسنون إلى من يسيء إليهم. الحسين صلوات الله عليه يلتفت إلى مروان بن الحكم وقد رفع جنازة الإمام الحسن، أخذ يفرج يعني يفتش مكان لنفسه لكي يحمل الجنازة، قال أنت هنا يا مروان؟ قال نعم. قال أنت الذي بالأمس تجرعه غيظا، اليوم يعني تحمل جنازته؟ قال نعم، كنت أفعل هذا بمن يوازن حلمه الجبال. الإمام الحسن كان يوازن حلمه الجبال بشهادة من؟ بشهادة مروان. وكذلك أهل البيت صلوات الله عليهم بأجمعهم كانوا هكذا يعيشون هذه الحالة، الحالة التي لا تسمح أبدا بأن يوجهوا إساءة لمن أساء إليهم، ما يخلون أبدا مجال لمثل هذه الأمور تعبر أمامهم وتتصرف في عواطفهم. ولهذا بأبي وأمي ينقل لنا التأريخ الذي تسجله هذان البيتان: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونفصح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. لما يمنع أمير المؤمنين الماء ويستولي بعد ذلك على الفرات، يقول لهم افسحوا لهم عن صدر الفرات، ديلين جهال، وما جئنا لنقاتلهم على هذا الأمر ولا لنوظف الماء سلاحا. واللي حصل أنهم عندما جاءوا واستحوذوا على الماء في كربلاء حالوا بين الماء وبين أهل البيت، حتى قتلت الأطفال عطشا. الإمام الحسين سلام الله عليه في مسيره كان يسقي العطشى الذين جاءوا لقتاله، اسقوهم عن آخرهم. أبا عبد الله ذيل ألف فارس، قال اسقوهم حتى رواحلهم وخيولهم اسقوها ورشفوا الخيل ترشيفا، حتى ذيل اسقوهم. هؤلاء يقاتلوننا؟ قال نعم، لكن هم في جانب وأحنا في جانب، هم يمثلون عنصر وأحنا نمثل عنصر، هم ظلمات ونحن نور. فسقاهم مع أصحابه بيده المباركة،
سقاهم بيده المباركة. وبالفعل في يوم عاشوراء عندما يعني لاحظ المفارقة عندما سقى الإمام رجلا منهم كان لا يحسن أبدا أن يمسك الجود بيده، كان الماء يتدفق على صدره، فيقول له الإمام اخزم السقاء، يقول له الإمام احبس الماء، وهو أبدا ما يفتهم شيء، الماء يتدفق يمين وشمال، إلى أن مد يده المباركة وأعانه على ذلك. هذا الرجل كان عندما كان أبو عبد الله صلوات الله عليه يجود بنفسه على بوغاء كربلاء وهو يقول وعطشا وحق جدي رسول الله أنا عطشان، كان يقول والله لا ترد الماء حتى ترد الحامية. هذا الرجل يا حسين ألا ترى إلى الماء كأنه بطون الحياة، والله لا تنال منه قطرة، ما نسقيك. وبقي بأبي وأمي على بوغاء كربلاء يقبض يمينا ويبسط شمالا، عطشان أبو علي عطشان، يغشى عليه تارة ويفيق أخرى حتى أطال في غشوته وأحدق به القوم يمينا وشمالا، يظنون أنه قضى نحبه حتى اختلفوا في أمر ماذا يصنعون. قال قائل منهم لقد قضى نحبه، وقال آخر لا إنه مغشا عليه، ماذا نصنع؟ قالوا اهجموا على مخيماته وروعوا بناته. ليش؟ أبو عبد الله ترى غيور، الحسين غيور، إذا سمع بعويل أو إذا سمع بصوت امرأة ما يمكن يغمض له جاف، لابد أن يقوم ويحمي بناته ويحمي حريمه. وإن كانوا حيوا سماع بالخيم ضجات لازم يقوم بغيرته ويحمي الصياوي. أمر العسكر بن سعد واستحسن الشور، وذيك الحري حراير بالخدور قلوبها تفور، ولأن الخيم والخيل غارت يم الخدور طلعت من خيمها تصيح الملتجا. فرت بدهشة صارخة كعبة الأحزان، كهف اليتامى انهضت رهتكو، النسوان حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعان، لما سمع صوت الوديعة فتح العين قالها يا زينب ذاب قلبي من هلعتا، ما اقدر ارد الخيل يا اختي عن هلطنا، انهض ثلاث مرات واوقع فوق الترا، ردي الخدرج يا حزينة لا تضيعي، ما الذي يحبسك أبا عبد الله؟ قالها أنا سهم بقلبي نزف دمي ومزع أحشائي، مثلث ولت مكان تطلع لا من قفار، وحدي تخلوني
أموت ما حد وياي جيبي ليسكن قبل ما يفرق البين. صاحت يا نور العين والله تحيرت به أبو علي يا ليت اجي يماك واشوف العلة البيك ولو هدوا قلبي لفت قلبي وداوي واغسل جرح قلبك يا خويا بمدمع العين. أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرج همومنا واقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني والمستشهدين بين يدي، فرج عنا يا الله فرجا من عندك عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم فك أسرانا وكل أسير. اللهم فرج عنا. اللهم رد غرباءنا ومسافرينا. اللهم شاف مرضانا وداوي جرحانا. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وأرنا فيه ثأرنا ومآربنا وأقر بذلك أعيننا يا رب العالمين. اللهم احفظ، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم شهداءنا الأبرار، وارحم من اجتمعنا لسببه ولأجله، وارحم علماءنا الماضين وأيد الباقين. وإلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على